احنا سو فار اتكلمنا على الافكار بتاعه السي تي بتعمل ازاي، الاكوزيشن بيحصل ازاي، والفيزيكال اليمنتس بتاعه السي تي هي عباره عن ايه. طب لسه لغايه دلوقتي ما اتكلمناش على الصوره نفسها بيكونها ازاي. احنا دلوقتي عملنا كولكشن لمجموعه من البروجكشنز من ديفرنت انجلز كويس، ومش عارفين لغايه دلوقتي هنستعمل البروجكشنز دي ازاي عشان نقدر نوصل ان احنا يبقى عندنا صوره. فكاساس للايمج كونستراكشن عموما لازم نبقى عارفين ان احنا لو بنتكلم عن ان احنا عايزين ريكونستراكت ان باي ان image احنا محتاجين n سكوير ده عندنا دلوقتي n سكوير unknowns. لما يكون عندنا n سكوير unknowns يبقى محتاجين n سكوير equations. اوكي كل واحده من البروجكشنز اللي احنا جبناها دي، كل واحده من الداتا اللي احنا بناخدها من كل واحده من الديتكتورز في كل اكسبوجر دي تعتبر سنجل equation. فمعنى كده لما بتكلم مثلا كعلى سبيل المثال، لو انا بتكلم ان انا عندي 1024 ديتكتور اوكي، وباكواير في كل اكسبوجر 1024 equation، لو فرضا عايز اعمل ريكونستراكشن دلوقتي لمثلا صوره 512 في 512 يبقى محتاج على الاقل المينيمم يعني ان انا اعمل مثلا 256 اكسبوجر عشان يطلع لي 256 تايمز 1024 تطلع لي ال 512 تربيع اللي انا عاوزها في الايه في الـ في الـ في العدد الايكويشنز اللي انا اقدر احل بيها واجيب الصوره بتاعتي. طبعا احنا عاده مش بيجيب العدد ده بالظبط، مش بيجيب ان سكوير ايكويشنز بالظبط، بيجيب اكتر عشان عاده بيبقى في عندنا نويز. لما بنجيب العدد بالظبط كده ممكن يبقى في عندنا نويز، كل ما كترت عدد الايكويشنز كل ما كان الاستيميشن بتاعي بقى مور روبست. اوكي فبيسكلي احنا متخيل ان احنا عندنا كل واحده من البيكسلز موجوده في الصوره دي، كل واحده من دول دي عباره عن ايه، عباره عن انون. انا عندي بقى ايكويشنز بحاول منها اجيب الانونز دي بتساوي كام، كل واحده منها بتساوي كام. اوكي عاده احنا في الـ في البروبلم بتاعتنا دي ممكن نفورميليت البروبلم بتاعتنا انها لينير سيستم. لينير سيستم اللي هو اي اكس بتساوي بي، بيبقى في عندنا اي ماتريكس عارفينها اللي هي بيبقى انا دلوقتي بعمل بروجكشن بطريقه معينه، يبقى الاي ماتريكس دي بتبقى معروفه بتساوي كام، ويبقى عندي الواي موجوده اكس بتساوي بي او البي دي موجوده اللي هي البيسك الايريات اللي انا قريتها او البروجكشنز اللي انا قستها. اوكي وعايز بقى انا اجيب الاكس دي، والاكس دي عباره عن نقط بتاعه الصوره بتاعتي. فالمشكله في حاجه زي كده في ايه، ان انا دلوقتي لما بتكلم على ان سكوير انونز يبقى بتكلم مثلا على بتكلم على 512 512 مثلا، بتكلم على كام ايكويشن، بتكلم على يعني اولموست مثلا يعني الماتريكس سايز بتاعتي هتبقى حاجه ضخمه جدا. لو انا عايز احل الاي اكس بتساوي بي، الماتريكس سايز بتاعتي هتبقى 512 تربيع في 512 تربيع، يعني بتكلم تقريبا يعني 256000 في 256000. تخيلوا بقى ان احنا عايزين نحل ماتريكس بالضخامه دي. اوكي فدي طبعا حاجه ما كانتش ريلايزبل، يعني كانت حاجه في منتهى الصعوبه. يعني الافكار بتاعت الريكونستراكشن بتاع السي تي دوت كانت موجوده من الاربعينات، ابتدت الناس تفكر ازاي تحلها او ابتدت الناس تلاقي لها حلول في السبعينات عشان يطلع اول مكان سي تي في اوائل السبعينات. اوكي وما طلعتش بان انا احل اللينير سيستم اوف ايكويشنز ده، لان اللينير سيستم اوف ايكويشنز ده تعجيزي ان احنا نقدر نحله بشكل دقيق على الكمبيوتر حتى دلوقتي. اوكي فالفكره الاساسيه ان احنا دلوقتي بنحاول نلاقي طريقه نحل بيها اللينير سيستم اوف ايكويشنز ده من غير ما نضطر ان احنا نحله بالطريقه المعتاده اللي تبقى فعلا تايم كونسيومنج بالنسبه للكمبيوتر، وممكن يبقى الاكيرسي بتاعتها ما تبقاش كويسه.